العربي بن مهيدي عليه رحمة الله قالت لأمه يا وليدي تزوج راني حاب نشوف وليداتك. أمه قالت له كأي أم تزوج وليدي حاب أن نفرح بوليداتك ونشوفهم قدامي يلعبوا قدامي. وش قال لها؟ قال لها يا أم إلى استقلت الجزائر وبقيت أنا حي راني نزوج ونعمر لك الدار هذه ذرية، ولا مت يا أمي شهيد فأبناء الجزائر كلهم أبناؤك. أنضيع عهدا مثل هذا أحبة رسول الله؟ أنضيع بلدا مثل هذا؟ نطيحوا كلام رجال كما هادوا ماتوا على هذا الوطن يا أحبة رسول الله، ولو بقي فينا عرق واحد نموت جميعا ولا يموت الوطن. وإذا سقطت الراية سقطت الغاية. إلى متى أنا يا أمه شهيد؟ إلى حيت أما نفرحك ندير لك عرس. الرجال عرس في الجنة إن شاء الله شهيد. ربي يقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.